الله خيرا سؤالي أنا سدح بقول لفرت أنا سدح وحسائل كان ليه السلام عليكم شيخنا ملسومي كره هدي عاشوراء يكون بيجنتو ما لنسبتي عاشوراء وما لك الطبنات بيش أنا كتير إنه محرم ما لك هذا الطبنات بع عاشوراء ليه هذا سيدا حديث النبي يقول سكان في الصحاح والسنن إن الصوم سنة طيب سؤال واحد أمرك ما لين كاس أو السنة هاي إن الصوم هذاي ما لين صبت يكو هجاكت ما الصوم يا مثل الصوم معي الصحيح وحويا ولا الصوم سيدا صح لا هذاي صبت كو هجاكت هذاي أحد كو هجاكت هذاي جمعة كو هجاكت ولا الصوم حكى كتوصي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتوصي سا حكم إذا حديث أبو هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده متكين يصن مالين تجمع هذا الصوم إلا إنه مالك كهر يلا الصوم أما مالك كدم بي يلا الصوم موي مالين تجمع هذا محا كدم بي ها مالك كدم بي والسبت ساس درادي النبي وحولي روحي جمعة صومي سبت دنها صوم صوما وحكتو سي سيدو كلي حديث عبد الله بن عمرو جويريان و لو اسنادية وانا سيدة صحيحة كسو بخاري كي النبي صلى الله عليه وسلم جويرية من تحارث بوصو قلي مان جمعة يضا صوما مركز وحكوري أصومتي أمسي شالي ما صومتي جويريوي خميستي ما صومتي مركز وحي ترمايا أفتريدين أن تصومي غدا بقول بري أو سبت إن الصوم تمرتا أو جمعة ما أنت أقدرت مركزة ترمية مركزة النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل أفر مرك هذا جمعة كلية وإن الصوم تربت أوذن خميس إن الله سوسي سبت إن الله صوم تنا آذن ربين أفر بوين صوم كتشبي حديث كاسين وحديث سجن أصل كيسون وحقي الله صحيح البخاري محوت الماما يا مركا شمعة مالك كذب بيا السبت ذا إن صنّا ذا الله سوى مكره وحاسد وكلة المامية حديث شحضة ذا اللي شكو خلاف سيهاي أو كم إذا حديث كأم سلمة رضي الله تعالى عنها وحيت النبي الصوم كي سوح أبدنا شري السبت ذا أي أحد وحنا ليه شري وما لما ما الموضوع قالوا عيدوا وحنشعلها إن كو خلافه أحمد طبراني حاكم يبيه غير كتبه صوصاري علماء قاروي تحسينين يعني شيخ الباني مر نواسقي مر نواكلابتي مر نواسقي حكم كيسوا إسخلافي حديث كأسقى طيب وحونا كعدي هاي إنه نبي قسومي تشري السبت ذا يا أحد وحاحو تشينا يا حديث كعائشة رضي الله تعالى عنهما أو ترمذي صوصاري وإلى ذا هاي كان يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين بيش النبي وحو كسومي تشري سبت ذا يا أحد يا إثنين بيش كلنا وحو كسومي تشري ثلاثة ذا يا أربعة يا خميس حديث كذي الإمام الترمذي باورينا يا وحنا الرجحة يا سيد هذا الحديث كم قطع إنه موقوف على عائشة يا هذا موقوف يا هنا كان مرفوع عابي سحوتشنا يا سيد أصدلاد ولا سومي كرا سبت ذا سنة أن يذا لغو خاص يلين هديتها أما جمعة الله الصومه أما أحد كذب بيسال الله الصوم لا مانع وحكوي مت حديث الصماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم ما أنت السبت ده الصومين إلا صوم واجب ولا يدين كفر دي عليهم وي فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة متكين هدو صوم وحك لهرين إلا عنب دير كيموي أو عود شجرة أما جد لانتي موي فليمضغها على اليو وحكى له داد ويدو جد لانتي أما عنب دير كيس وحكى له داد ويدو لا بضع هشك وأفر هذا السبت تهي واجب وحانا هاي والصناء حديث كاسي أحمد يا أبو داود يا ترمذي والماجه يا داريمي يا غير كود بصوص ساري وأنا حديث لا يسكو خلاف سيها سجنانتي سنة ولا يسكو خلاف سيها هاي دلالتي سي درايدي سي معنوه فائدين يا نوال اسكو خلافسين جماهير العلماء محدثين يا فوق هذا سلفا وخلفا وحي ابدينهن وحالقا ودا حديث كصماء
maalinta sabtida ayaan soon lagu khaasiyelin. Nahyi wuu halkaas ku dhacay. Sidaas daraadeed hadii ama Jumcada lala soo soomo ama Axad ka dambeysa lala soomo, xadiidkan samaa kuma saabsana. Xadiidkan nahyigu wuxuu ka hadlayaa al-ifraad, sida Jumcada aan soon loogu khaasiyeli karin sunna ah, ayaan sabtidana soon sunna loogu khaasiyeli karin. Laakiin hadii maalin laga hormariyo ama laga dambeysiyo, sabtina waa la soomi karaa, Jumcadana waa la soomi karaya. Sidaasi waa madhabu jamaahiir culamaa salafan wa khalafa. Sheikh Albani alayhi raxmatullah oo mas'alada khilaafay jamaahiirta, asagu laba qowl bulay qowlkiisii hore jumhuurtu ku waafaqay. Gadaal dambana waa ka laabtay oo xataa haddii maalin laga hormariyo ama laga dambeysiyo lama soomi karo buu yidhi, sabti waxaan waajib ahayn daahirkaasu qabsan. Sidaas daraaddeed hadday faham noqoto fahamka jamaahiirta iyo qaabka axaadiista isu waafajiyeen ayaa ka xoog badan qaabka Sheikh Albani iyo qeyrkii ay mareen oo dhahaya sabti sunno dhanba lama soomi karay. Saas daraaddeed sooma. Waliba waxaa inoo xoojinaya maalinka sagaalaad ee Caashura soonkeeda, waxaa sunnaa in maalinka ka horreeya sagaalaadna lala soomo. Oo nabigeena wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam kama fi saxiix Muslim, la in baqitu ila qabil la asumanna taasi'a, haddaan gaadho sanadka soo socda maalinka sagaalaad baan soomi doonaa buu nabi sallallahu alayhi wasallam. Maalinka sagaalaad culimadu waxay ku fasireen sagaalaad baan soomayaa, tobnaadna waan ku darayaa. Saas daraaddeed baa Cabdullaahi ibn Cabbaas wuxuu yidhi Caashuura oo maalinkaasa tobnaada ama maalin ka dambeysii ama maalin ka horreysii. Marka si aad xoogaa khilaafkana uga baxdo, sunnadaana u waafaqdo iyo xadiiskaas, hadday sabti ku hagaagto Jumcada la soon ama sabtida iyo xadda isla soon, markaasi wax way okay. Wallahu a'lam. Jazakallahu khayran.